واش ديالي ولدي رشيد وليدي عشيتيني وغطيتيني قلت لك في غادي قلت لي امي انا خارج دابا في الباب وغنجي خرجت يا وليدي لقيتهم قدامك شدوا لي ولدي وداوه وعجبوه وقتلوه قتلوا لي ولدي عجبوا لي ولدي ست ايام هما معلقين في محالهم ماشي في الغابه ولا في شي بلاصه في محالهم قاتل لي ولدي في محالهم وخازن في محالهم وقال لي انا كالعامقه تنجري وملي تنسولت يقول لك سيري شوفي راه يكون حراق ولا يكون مشى لشي بلاصه ما قلت له يا احمد هذا رضا ما شتيش رشيد قال لي لا راه يقدر يكون مشى للمدينه نقول له رشيد واش غيمشي في صنداله الميكه للمدينه مع ثلاثه الليله يخرج للمدينه هذا ما يمكنش هذا تيقول لي راه يقدر يمشي الله اعلم وتيضحك خاطرو ليه وانا تنقلب وانا تنجري ست ايام وانا نجري في القنيطره بحال الحمقه ما خليت فين فرق تصاوره باش رشيد يبان هما معلقين ويا البير معارفه ولدي معلق في البير ومحرحر عدي البير وتجي تسقي من عدي وتمشي تقول تنقول لها البير تقول راه محرحر شدوا ولدي من قتلوه حيدوا له النيف ضرب من هنا الراس مهرسن من عنقرتو مهرسن من ضلوعو بغيت نعرف هاد الشيء اللي داروا له شنو دار ليهم شنو من حاجه خسر ليهم شنو قلع ليهم كل ما بغاش يعطيهم الفلوس هو ولدي انا خلى الفلوس هنا في جيبو من ما لقاوش عنده كارفصو داك الكارفيص من ما لقاوش ولدي عنده الفلوس كارفصو علاش شنو دار لهم من اللي بغيتو الفلوس اجو عندي انا وغنطلب من عند الجوات ونعطيكم ها خليو لي ولدي وخلاو لي ولدي وكون طلبت من عند الناس وعطيتهم قلت لهم هاك الفلوس خليو لي ولدي كارفصو لي ولدي ديك الكارفصه سالوا لي في ولدي انا قاعده كنعاب قال جري وما قاعد اللوم قاعد عالم على ولدي شنو داير ما قادرش يجي عندي عالمة عليه وعارفة شنو كاين قاطعة زيها تقول لي سيري قلبي على ولدك راه يكون حرق راني شفتني بغات تحمقني بالعاني بالعاني بغات تحمقني بغات تحمقني بالعاني في رشيد تعرفت رشيد مول العقل رشيد ولدي شنو درتي ليهم شنو حاجة خسرتي ليهم تقلعوك ليا وليدي يا حبيبي غلقاك يا رشيد تقلعوك ليا الحاجة درتي لي مكرفصتي لي تداروا فيك هذيك الحالة عطاهم 100 درهم في المدينة قالوا راه ما عنديش بغيت ناخذ 100 درهم عطاها له هما اللي رجع ثاني عرف باقي عنده الفلوس بغى ياخذ وقلم من عنده الفلوس قال غنكرفصو من جبر ما عندوش هز لا فلوس لا والو بغى يكرفصو يا ولدي صافي هذا علاش عقتل ولدي ما قاتلو حتى على حاجة ما قاتلو على بلاد ما قاتلو على ديور ما قاتلو على طوموبيلات ما قاتلو على هادشي في الصباح ملي هبطات قلت لكم مي كتسول مع الطريق كتسول الدراري وهذا لقات الولد نيت اللي قاتل قالت له واش ما شفتيش ولدي قال لا ما شفتوش راه خرج مع ثلاثه ديال الصباح قالنا تهلا ومشى في حالاته مو داك النهار فاش صباح خويا ما كاينش جات سقات من عندنا المعمرات القراعي قالت لي راه البير مخرود لي هو راه البير مخرود بالدم الناس ديال الجيران كلشي كيجي كلشي كيطول المراه كتجي كتوقف غير في الباب كتبقى امي تبكي وتغوت وكتقول بلي راه ولدي مقتول غير هنا كتقول ليها لا ولدك راه يكون حارق قالت لها قالت لها راه ولدك يكون حارق ليلة راس العام راه تحركوا الفلايك ولدك راه يكون مشى حارق معاه وفيما كتجي كتقول نفس الكلمه بلي راه خويا مشى حارق حنايا بقينا على داك الاساس بلي راه قدر يكون حرق بلي يقدر يكون جاتو هاد الفكره في راسه ومشى حرق ولكن نهار السبت بالضبط في عشيه كنلقاوه مقتول وحالته ما هي حاله مكرفصين عليه مزيان سيمانه وخويا غير حدانا الدار حدا الدار سيمانه وخويا مخشي في داك البير وحنا ما سايقين له خبر المراه كتجي دي من عندنا الماء باللي راه بيرها مخرود وحنا ما جايبين خبر كنقول راه بصح راه ربما بحكم وما كانش طيح لنا في البال ابدا باللي راه ولد جيراننا يدير فينا هذه الحاله خويا مضروب هنايا الراس وعنده ضربه كبيره هنايا في راسه مقطوع النص ديال النيف ومقطوع ليه وعنده اثار قجان هنايا في العنق ديالو عنقو مقجوج بشي كور داشي حاجه غليظه مقجوج من هنايا اللي قاتل خويا كيمشي ويجي قدامنا كيجي كيسلم علينا جا خويا ملي خويا الصغير ملي ساق الخبر بلي راه رشيد مختفي وجا كيسولو كيهضر معاه بطريقه عاديه كيقولوا لا رانا ما شفتوش وجادنا ديك الليله كان مقصر معانا ومشى وصافي وما عاودناش شفناه هو راه عارف بلي راه قاتل خويا وخويا حدانا في البير مقتول الدار على الدار وخويا في البير وحنا ما سايقين له اخبار سيمانه وحنا نقلبوا في نظري ما عرفش خونا الدري مرادع معايا وخونا ما نقدرش نقول علاش قتلو
لي كي جينا في الباب اللي راه قتلوا على الفلوس، حيت ديك الليله خويا كان تخلص وجاب الفلوس، يمكن قتلوا على الفلوس. قتلوا بليله راس العام. خرجت بعد رجعت السيد الدراري اللي عيطوا ليه باغيني على فلوس، شافوا عنده فلوس يلا جاي من الخدمه، شافوا عنده الفلوس عطاهم دور معاهم، حشمو ما خدامين من بوه دور معاهم ومن الجيره وحال خونا من جل الدار تعشى مع الوالده مسكين، تعشى مع الوالده غطى قال لي انا خارج هنا عيط ليا استري وارجع. من اللي خرج من تما رجعش، هما شدوه تعداو عليه على الفلوس، تعداو عليه ولاحوه في البيت، من ما عطاهمش فلوس قتلوه، ماشي صحابو ديك الساعه مازال عندهم فلوس في جيبو، ضربوه عاي ضربوه زعما اي حيدوا له فلوس من جيبو، من ضربوه مقلبو ما لقاوش عنده فلوس كملوا له ولاحوه في البيت. طارت لي هذه كامل، هذه كامله طارت لي عاد الضربه في راسه، وخباوه في البير لاحو وعاوشاني طلعوه وعاوشاني هبطوه او عم معلقينو في البير ومدش من راس العام شل السبت شل الجمعة، هي ديك الصباح السبت تفاقوا في الصباح بكري مع وقايشة الفجر داوه فزوه في بروطة وداو لاحو في الوال. قاتلين وليدي داروه في البير، في البير خاشينه البير تخلود بالدم ديالو، ورجلت الطولة وجات سكات من عند بنتي قالت له فاطمة ويلي مال بيرك، قالت له بيري ما عرفت الكذب انا طرت قلت ولا شنو يوم وجاني الماء مخلوت تسكن من عند بنتي وتدي والولد عدى معلقتم ونيجي تطير وتنزل تدير لها ونمشي تجي للكوميسارية تقول له مشيت هذه اللي عدى الولد تجي عدى تقول له تدعى قلبي ولدك راه يكون حارق هو عدى معلق صبنت الحوايج بيده تو ولدها اللي طار فيهم الدم صندالة مخملها عدى راجب دوا جدرمية حوايج خذوهم جدارمية تم البرويطة فاش رفدوه داوها ضربوه هو قرب نفسه قال ضربته راسه طيحته وزيته أنا وأمي طيحنا في رحنا في البير كريب بينا قال كدات له هذا الراس كله دات له منيف حسكاتو له بدك طلعوا ويهبطوا فيه وعلقوا كان في الكراج قتلوه هزوا من الكراج ولاحوا في البير وأمه الولاد اللي معاه حلف عليهم قال لهم ما تحضروش الولاد من مشاو قال لهم ما احنا خصنا عدم مش احنا اللي قتلنا قلت له ريضه وحنا الدم غسلناه وحنا تنهزو معاه تنهزو معاه هو قتلو يا ديك بقى معلق تما قالت له مو هز عليا حاجاكم هاد الزبل داروا في البرويطه وداه الواد حطوا مع الواد ملي مشى قرب كل شيء قرب امه قرب كل شيء ولكن خباو لعقها طمروا عليه خلو بنتي مشويه هادشي وليدي راه قربي كلشي ولده وجا لهنا جدرمية وجابوا حشاك هذاك كلب طلع فيها مشى تيبحث في البير تيمشي تا الكراج شاف الحوايج مصبنا من نصرهم جبدوهم حطوهم مشى جبد الصندال جبدت الصندالة بيديها كلشي عطات لهم بيديها واليوم بنتي ما بانش حقها بانش وليدي حق بنيتي دولة وليده وقتلوه لا صحة خلو بنيتي مقمحة ولدي هو اللي مقابل محالهم ولدي هو اللي مصير على محالهم ولدي هو اللي مقابلني ولدي مرضي ومسقي ما تيعايرني ما تيصوتني ما تيكرفصني مهلي في خويتو مهلي في خويو واليوم قلعوا لي ولدي من يدي كنطلب من جلالة الملك اعطيني حقي في ولدي محمد ساتت رانا ما عنديش نطلب اعطيني حقي في ولدي بقي غير حقي في ولدي تنبغي حتى حاجة تنبغي حقي في ولدي أمو ما شادنهاش قالت لك عطي الفلوس عطات قالت لك الفلوس رشات الفلوس عدا بنتها خدامة عدا عائلتها خدامة من برا تعطيوها الفلوس وقالت لك ترشي الفلوس باش ما تشدش خليا تمشي على عنقرة تدوز من قدامي باش تفحصني باش تغدي الله أعلم حيزوها من دوس خلاو الولاد ربعة هما اللي خلاوهم ما راعوش البزوله ما راعوا اللي ركبته في ظهري ما راعوا على طعامي ما راعوا على فراشي ولادي تلعبوا هنا ويلعبوا لهي واليوم كرفصوا لي ولدي نطلب جلالة الملك هو يعطينا حقي